هذه العملية هي عملية وطنية مست ولاية عنابة كغيرها من الولايات. المرة الماضية كان العدد 26، هذه المرة في ولاية عنابة 52 من مجموع 5200 جهاز على مستوى وطني. وإن شاء الله مستقبلا هناك أعمال تضامنية أخرى ربما تكون في هذا المجال كذلك، وهناك مجالات أخرى تمس العمل التضامني أساسا لأننا في ظل هذه الجائحة. لكن كذلك السيد الوالي سادة الحضور للجمعية أعمال أخرى في مجال الوعي. الجهد المتواصل بدا بالجهد تاع الدولة يعني اللي ما دخلتش علينا ضمن المحسنين، والمحسنين أنتم بالذات. إذا احنا إن شاء الله في هذا اليوم الفضيل وفي هذا الشهر المبارك ندعو ربنا باش يرفع لنا هذا الوباء. إذا هذه المرة الثانية اللي تقدم بها الجمعية باش تهدي لنا المستشفيات الأجهزة التنفس هذه، وكانت المرة الأولى كانت عندها صدى كبير في المسارح الاستشفائية اللي تعاونتنا بزاف. وكل ما جمعية ولا مواطن يعاون قطاع الصحة وهو يخلينا نرتاحوا أكثر، لأن وحدنا ما قدرناش مع الوباء هذايا، ولازم يكون تضامن كبير. ومن الجمعيات اللي ضمنوا معنا في أحسن وجه هي الجمعية هذه، أهمية كبيرة لأن يروحوا كل قاعات الإنعاش. قاعات الإنعاش راح يزيدوا دعموا لكل ما عندنا من تجهيز لإنعاش المواطنين. هذا يستعمل، هذه الأمور هذه تستعمل لما يكون المواطن في حالة حرجة جدا ويدخلوا فيها التجهيزات هذم مع التجهيزات اللي عندنا. وإن شاء الله راح يفون سوفي دي في.